بدك تاكل؟ اه مينو؟ اه شادر معي الى الضالك. ما عنديش وقت. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اوكي، راي معايا وحده هنا وانا حاسه تزيري اكثر مني. شوفوا المفضل، انا عم بستنى اميره تعطيني الجواز الجزائري. لا اعطيك اياه، شوفي معاها ماما. لانك هيفا فلسطينيه، احنا نحب الفلسطينيين كثير، وتحب الجزائر، وجايبت لي معاها، احنا نعمل واحد تحدي، وجايبت لي معاها لبس جزائري وتوري لي هذه تزيري هذا تزيري. قلت لها هذا قبيلي، مين جبتيه؟ هذا قفطان. اوكي يا. جزائري يعني؟ ايه جزائري. اوكي، هذه جلابة، جلابة ياك، صحولي صحولي، هذه جلابة اي ثينك. يا صح صح. ام سربرايز والله. وفي مفاجأة ثانية اميرة جبت لها كمان. شو جبت لها؟ اه لبس فلسطيني، توب فلسطيني. شوفوا باش ما نغلطش، كيفاش نقولوا شكرا بالقبايلي. قلت لكم هنا قولوا لي. قال شوفوا اصغر حدا جزائري بعرفه، كيف نحكي شكرا؟ سي هاي. انا صحه ميرو.